السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا مره ثانيه. فيديو جديد، فيديو ديال الحماس والنشاط والحداقه. كيفاش نتوما البنات السيدات والاخوان اللي معنا كذلك، كيفاش عاملين؟ لاباس عليكم؟ صحيح لاباس؟ كنتمنىكم تكونوا في احسن احوالكم. وانا كنشفت مع خوتي مديوها شي عليا الحداقه هذه، هذا غير اللي قالت مريضه فقر الدم. الله ينجينا. كتكذب واقيله هذه، كتكذب. المهم بنات، هانتوما كتشوفون هنا كنشتف، رانا هاد الايامات هادي كامله عطياها غير نتصبين الزرابي المناطي، المنطات كاملين الدار الزرابي موكيتات. المهم كلشي، انا في شهر 8 في الاخر شهر 8 كنغتنم هاد الجو هذا، وكل عام عندي هادشي يعني من الدار ديالنا. وحنايا كل عام كنصبنوا كلشي، الا كان شي تبيض كنبيطو، الا كان شي يعني الا كانت درسات الصباغ كنجيبوا لي صبغه. يعني كل صيف كنعملوا هاد الشغل هذا، خصنا كلشي يتصبن وكلشي يكون نقي باش كنستعدوا نشتا. المهم حنا هيدا في الدار ديالنا متعودين، وكنظن بلي ان جميع السيدات المغربيات والعربيات حتى هما نفس الشيء. نخليكم مع هاد الفيديو هذا البنات، الحداقه والحماس. يلا البنات، كيف ما قلت لكم انا صبنت الموكيتات ديال الدار، الزرابي ديال الدار، كل شيء. هاد الشغل هذا كنعملو يعني عاده في الاواخر ديال الصيف، كنغسل من الفرصه ديال الشميشه، ومع انني عندي الجرده وعندي هادي كنعمل شغلي بيدي. منا كنتحرك، منا كنحرقوا الكراسه، منا كننظفوا دارنا. راه ما يحكلك غير دفرك، هادشي اللي ما نقول لكم البنات. المهم في الصيف كنغزل من فرصه انني نعمل هاد الشغل هذا الكبير. وهاد الايامات ما شاركتش معكم، صبنت بزاف د الحاجات ونظفت الدار كامله، تنظيف عميق بالشراجم بكل شيء من فوق ومن تحت. بقى لي غير الكراج، ما قدرتش عليه بوحديتي، ما جبرتلوش الجهد، خصو رجال. المهم كتشوفوني كنعمل هنايا اسبيرادورا، فضلت انني نعملها على برا، لان هاد الزربيات هادو واخا كنت صبنتهم قلت ما غادي ندخلهم من داخل حتى غادي نعملهم اسبيرادورا ونخلي باباهم كيبرقوا، نحيد منهم ديك الغبره كامله وديك الشيء كامل، ديك الخمل اللي كتكون فيهم، عاد كنطويهم ونطلعهم. ومن بعد غادي نشارك معكم فيديو اخر ملي غادي عاوتاني نضرب واحد التجفيفه من الفوق ومن تحت، وغادي نفرش الزربيات. حاليا غنفرش غير هاد الموكيطات هادو فوقي، الزرابي حتى ندخل للمدرسه حتى يبدا البرد شويش، عاد كنفرش الزرابي من تحت في السكنه التحتانيه في الصالون. المهم انتم مع الفيديو البنات ديال الحداقه والحماس والنشاط، واللي بقى ما نظفت دارات نوض. Bien, aquí, limpiando otra vez. No. Vente si quieres. Vente si quieres. Vale. ديالي وكيف غنسالي هاد النشير هذا،
كنهضر معها انا شويه وكذا، غنسالي هذه نشير هذا وغادي نخرج نتسخر، لان دابا العشيه هذه غادي نخرج نتسخروا انا ورجلي، وغادي نرجع نضر في حالي باش نوجد العشيوه ديالي حتى انا وننظم مسائلي ونكمل الشغل ديالي وصافي. وهانتوما معايا حتى تشوفوا العشاء اللي حضرت وتكملوا بقيه الفيديو، خليكم حتى الاخر. العشيه ديالي، العشيوه ديالي غادي نوجد واحد العشيوه. الناس اللي كيشكوا فقر الدم عليهم بهذه العشيوه هذه، حساء زائد الكبيده، يلا الكبيده ممكن غير الكبيده، والحساء ديال الشوربه ديال العدس عاديه بالخضيره وداكشي مزيون ولذيذ، اهم شيء وصحي، هذاك هو المهم في الموضوع. المهم بنات، الناس اللي كيشكوا بفقر الدم عليهم بالعدس والكبده بالبروكولي الخضر الخضراء، عليهم بالحديد، عليهم بالحديد، فيما كان شي مصدر ديال الحديد ايوا عطيو لي راسكم. زائد لي كومبليمون اليمونتير اللي كتشرب شي كومبليمون اليمونتير تهلا فيه، بحال دابا مثلا انا كنشرب هاد لي بادورا دي سيرفيسا، هادو ديال فيتامينات ديال مجموعه بي، هادو مزيانين دائما كنشربهم. انا دابا غير كنشك البنات، عرفت شنو وقع لي؟ ما قدرتش نعمل التحاليل. علاش ما قدرتش نعمل التحاليل البنات؟ مشيت معطله، مشيت معطله، الفيوفيه انا، الخلطه فيا انا، ولكن الحمد لله اليوم عاوتاني خرجت وطلبت الرونديفو من جديد وعطاوني الرونديفو عاوتاني من جديد. الناس عندهم طوله البال، الناس مساليه هنايا تينا غير بيا على الرونديفو وهما يعطيوك اخر. وعندك باسينسيا والكلام الزوين والصواب والاداب. المهم هاد التحاليل هادو ما يعلم الله شحال كيتعملوا في المغرب، والله ما نعرف نسيت انا. المهم التحاليل على العموم في المغرب كيتعملوا غالي، الله يكون معكم الناس ديالنا في المغرب، يرخصوا لكم بعدا غير هاد الشيء ديال القطاع الصحي شويه يوفقوه للناس. كنتمنى من كل قلبنا غير القطاع الصحي، والله الا عاد جبرتوني كنهضر مع الوالده ديالي. دابا ندخل لكم الموضوع، لان هاد الشيء والله عاد انت كيعز في قلبنا بالله، زعما الصحه والتعليم وهاد الشيء اللي هي الاساسيات الاسس اللي خاصكم في المغرب. يعني حنايا كنتمنوا ان شي نهار الدوله ديالنا وعلاش لا بلادنا الحبيب يرجع في حال اوروبا، القطاع الصحي وفي هذا الشيء هذا كنتمنوا من قلبنا، والدراسه والمعيشه اللي غلات الخلاص قليل والمعيشه غاليه. المهم لا حول ولا قوه الا بالله، على الاقل غير الناس الكبار يعاونوهم في هذا الشيء ديال العلاج والتغطيه الصحيه ويوقفوا مع الناس، فغير في الجانب الصحي ولا في القطاع الصحي يراعيوا الناس في هذا الموضوع هذا. المهم بنات، انا ضيعت الرونديفو ديالي ديال التحاليل اللي كنت قلت لكم ديك النهار كاملين بهم، ثلاثه ديال التحليلات ضيعتهم كاملين. ما مشيتش، كنعطاهم لي مربع عطيتهم، عطاوني جوج ديال الدم مع بعضيتهم ويا خرا ديال السيتولوجيه. انا عرفت هاد ديال اش كيعيطوا لها بالعربيه، المسحه، مسحه المهبل، المسحه ديال المهبل. المهم حتى ديك ضيعتها، وضيعت التحاليل ديال الغده الدرقيه وديال فقر الدم، نتوما عارفين كلشي، كنت عاود لكم ليستوار. المهم ماشي مشكل، مشيت اليوم طلبت الرونديفو اخر، عطاتو لي بكل فرح وسرور. قالت لي ماشي مشكل، شمن نهار خصك؟ عطاتني نهار خمسة، نهار خمسة عندنا شي حاجه. قلت لها عطيه لي نهار ستة الا كان ممكن. قالت لي كاين نهار ستة، غير شنو هي ديال المسحه ديال المهبل ما جبرتها لي شي قريبه، غادي نطلبها ملي غادي نمشي نعمل التحاليل، غادي نطلبها باش يعطيوها لي النهار اللي غادي نمشي نعمل الريسولت، نجيب الريسولتادوس يعني النتائج. بحال دابا عندي التحاليل دابا واحد الاسبوع، الاسبوع اللي موراه غادي يخرجوا لي التحاليل، وتما غادي نمشي نطلب هذيك ديال مسحه المهبل. هي واحده برويبه كيعملوها على عام ولا على عامين، انا غادي نتاكد لكم من الطبيبه ديالي ونقول لها داش كتصلاح وشني كتشمل وشني هي. على العموم الامراض التناسليه والامراض ديال الله يحفظ لا قدر الله ديك سرطان عنق الرحم ولا سرطان المهبل ولا شي حاجه بحال هيدا. المهم بنات، ما حتاش نبقى نطول عليكم بالامراض والعلل، انا دابا غير كنشك بان فيا فقر الدم، خصكم الطبيبه ديال النفسي راه الواحد كيحس براسو، حنا كنحسوا، حنا كل واحد راه الطبيب ديال النفس ديال الجسم ديالو بنفسه، كل واحد فينا راه الطبيب ديال نفسه. حنا كنعرفوا شنو كي الندم اللي كيكون سبحان الله متصاحب مع راسو، عارف راسو شنو فيه، اي حاجه كتشك فينا كنعرفوا شنو هي. المهم انا هاد العلامات اللي كنحس بها انا هادي عامين وثلاث سنين ما حسيت بها. دابا انا عن الاول ما عملتش تحليله ديال فقر الدم، عملت غير الغده الدرقيه كنساه، وهو قال لي خصك كل عام تعملها، كل عام تعملها، كل عام تعملها. المهم عن الاول ما عملتهاش، دابا انا هاد العام هذا مع انا ضعفت شويش
طيحت في هذه ديالي ونقص الماكله. الصراحه انا نقصت الماكله، انا راه كنت غليظه، كنت 80 ونقص، ودابا ضعفت. دابا انا ضعفت اقسم بالله، الا غير من رمضان دعم الاول، ولكن هذا الشيء كامل في عام. من رمضان دعم الاول، من رمضان هذا العام بدلت النظام ديال الماكله ديالي، كنعمل ديك الصيام المتقطع، المهم كنشرب لي فيتامين، ولكن كنظن انا كنظن باللي انا عندي فقر الدم، وكنتمنى يكون لا او لا غير. المهم قالت لي اي حاجه غتكون شي خلل فادي غادي حنا نعوضوه لك. انا ما كنبغيش فقر الدم صراحه، هو كيجينا النساء بزاف وسيرتو الناس اللي كيكونوا فقدوا الدم شحال هادي. حتى انا مثلا كنوقع لي واحد الحادث فقدت فيه الدم وزادوني الدم، وديك الناس اللي كيزدوهم الدم ديما كيقول لك خصك تبقى تكونترولي راسك، راه غادي بروبابيليتي غادي يجيك فقر الدم، يعني كل عام خصك تبقى تهدي وتعتني بالتغذيه ديالك. غير الا شي نهار زقلتي اولا شي عام زقلتي التغذيه ديالك ولا هادي، راه غطيح في فقر الدم. المهم ما علينا، انا دابا كنحاول ما امكن بالتغذيه، مع انه حنا الناس كبارين للاسف ماشي بالتغذيه كنضرب. البنات اللي نصحتوني بالفوه شكرا بزاف ليكم، نصحتوني بالفوه، نصحتوني بالرجله. الرجله كعيط لها في واحد الصديقه ديالنا في وجده، قالت لي الرجيله واش قلتها مزيانه ولا ما قلتهاش مزيانه. المهم حنا الرجله، انا الرجله كانت كنبتها عندي عام الاول هنايا، كنت كنعملها مزيانه صحيه وكلشي، ولكن هذا العام ما نبتتليش، ما عرفتش علاش ما نبتتش. المهم نصحتوني بالرجله ونصحتوني بالفوه. البنات زيدوا اكدوا لي على الفوه، انا الاخت ديالي شراتها لي من المغرب، غادي تجي عندي ان شاء الله العلي العظيم في هاد اليومين، غتجي عندي الاخت ديالي غتمشي حالا بلجيكا، ولكن غتجي عندي الا كتب الله، غادي تجي عندي. المهم نتوما عارفين الطريق هادي، الا كتب الله تجوزنا عندي والعائله ديالها. وشرات لي الفوه، وصيت على الفوه كما قلتوا لي، انا ما كنعرفش الفوه البنات، والله عمري ما سمعت الفوه، نبته الفوه اولا جذور الفوه. دخلت الانترنت ودخلت اليوتيوب وبحثت على جذور الفوه، كاين اللي كيقول لك مزيانه وكاين اللي كيقول لك راه لا كتعمل تسمم وراها ما عرفش شنو ما عرفش شنو. المهم اللي عنده درايه، انا المهم واحد الاخت الله يجازيك بخير قلت لي شري الفوه وبقات تشربها، ولكن هي قال لك بمقادير، هي ملي مشات تشريها تلاقات تما شي سيده في شي معشابه، قلت لها ماشي شي موطع زعما هذا يكون موثوق، يعطيك الحاجه هي هذيك جات لي بزاف الحاجات، تجيب لي شي حويجه من المغرب وصيت عليهم. المهم جابت لي الفوه شراتها لي، بقى ما جبتها شي، وغادي نطيبها، وهي قال لك طحنه، كاين اللي كيطيبها يشربها على شكل مشروب، نطحنها ونبقى نزيدها معلقه مع النافع ومع حبه حلاوه، حتى هو كيحارب فقر الدم النافع ولا حبه حلاوه. المهم بنات نتوما اللي عندو شي فكره وتجربه كثار زيدوني في التعاليق. انا عملت بالهضره لواحد الاخت ولا جوج د البنات سيدات كانوا قالوا لي شري فوه، قلت ماما كتصيفط لك الفوه. المهم انا طلبت الفوه، غادي تجيني الفوه وغادي نشوف شنو غادي تعمل معايا الفوه، الا كان فيها فقر الدم ان شاء الله العلي العظيم نشوفها واش كتعالجو. ابار دو سا انا كنمشي نعمل التحاليل ديالي، وانا كنثق بالطب وكنثق بهادشي ديال الطب البديل، ولكن انا 100% ديال بالنسبه للجسم الصحه من داخل، انا ماشي 100%، انا 95% اولا 90% ديال الطب الحديث، انا مع الطب الحديث، وكنخلي شي بعض الحاجات كنعاون بهم في الطب البديل، يعني بالنسبه للصحه كنعاون بهم. اما بالنسبه للتجميل انا شنو نقولوا 75% مع الطب البديل بالنسبه للتجميل البشره والشعر، انا مع 100% اولا 90% ديال الطب الحديث، انا مع الطب الحديث، وكنخلي شي بعض الحاجات كنعاون بهم في الطب البديل، يعني بالنسبه للصحه كنعاون بهم. اما بالنسبه للتجميل انا شنو نقولوا 75% مع الطب البديل بالنسبه للتجميل البشره والشعر، انا مع هذا الشيء هذا طبيعي. المهم بالناس طولتي، غادي نمشي ننظم المسائل ديالي ديال اللي شريت السكره، اللي شريت تقديت شلة حاجات السكره الدار وصافي، غير السكره الدار وصافي. وغادي نمشي نحضر ديك السوبيطا السوبا ديال العدس، وغادي نعمل الكبده سوتي، غادي نعمل فيها الترميله الشرموله وديك الشيء، اغلبيه الناس كيعرفوا يعملوها. غادي نحضروا راتنا العشيوي ديالنا وغننظم هذا الشيء هذا، انتم معايا في الكوزينه خليكم حتى الاخر. يلا بنات هادو فيديوز بنات، شريت زيت ديال اربول ديال تي، اسيتي ديال اربول ديال تي، هذا زيت شجرة الشاي مزيون هذا البنات،
كنعمل به واحد الصابون الوجه ديالي. دابا نوريكم كيفاش الحبوب وداكشي ديال البكتيريا. شريت هذه لاباز باش كنعملها باش كنقوي الدفرين ديالي البنات، كنقوي الدفرين ديالي. انا واخا كنشك في براسي عندي فقر الدم، عندي الدفرين، عندي دفرين طوالوا لي مؤخرا حيت كنشرب ديك كنشرب الخميره، الخميره ديال هذه ديال سيرفيسا، هذه خميره اللي بادوره اللي بادوره ديال سيرفيسا. الباستيات ديال الباستيات ديال شنو اسمه هادو، هادو انا كنشربهم بزاف البنات. انا كنت قلت لكم واحد المره الا بغيتو تضعفوا كيضعفوكم، الا بغيتو تغلطوا كيغلطوكم. انا دابا كيضعفوني و علاوه على ذلك فيهم فيتامين بي. ديما كنهضر لكم على هذا، ديما كنهضر لكم على ليبادورا دي سيرفيسا، هادو الخميره ديال البيره باستياس، باستياس ديالها كينات ياك. وهذا شريته البنات باش غادي نعمل فيها واحد المكون عندنا في الدار باش نقويو الدفرين ديالنا، واحد المكون لا يخطر على البال. ما نعرف واش كيعرفوها ولا ما كيعرفوهاش، كاين اللي كيعرفها كاين اللي ما كيعرفهاش. المهم هو اللي كنجبر عليه الثلاث لي الاولانيه وعن تجربه البنات. ودابا غادي نعمل معكم الثانيه. انا دابا الدفرين طوالوا لي، عرفتي عام الاول كانوا عندي قصيرين بزاف، هاد العام طوالوا وصحاح. هادو المواد ديال التنظيف، نتوما عارفيني مضروبه على المواد ديال التنظيف. عرفتي شحال كنخسر ديال اللخيه وديال الصابون ديال الماكينه في الاسبوع؟ في الاسبوع عندي ما كيكملوليش شي، هادو ما كيكملوليش شي 5 ايام 3 ايام ما كيكملوهاش. اقسم بالله 5 ايام شتي اللخيه بعدا 5 ايام 4 ايام ما كتكمليش، غير كنكب كنكب ب ب بهستيريا ما عرفتش علاش. انا هيدا الماكله النوا الروز، الروز طويل، هذا ماشي انتيغرال، هذا الروز طويل. قال لك راجلي لا ما تعمليش، ما خصوش يعمل ديك الروز انتيغرال في الطهياس وديك الشخص. هذا الروز هذا الصفر ديالو من عاد الماكله كابيتولالي قطيو ديالي. هادو قال لك كوساي في السوق ماكدالينا، قال لك في السوق ضروري خصهم هادشي هادشي. هذا شوفوا يا البنات شحال ديال الخبز شريت، هذه جبرتها في ميركادونا بأورو وعرفتوا كيفاش رطبه. هذا الكمير رطيت 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 جبرتها بأورو وزيتها ومشيت عاوتاني المجزرة ديالنا ديال المسلمين وجبرت واحد الخبز عاوتاني الخنيشات ب50 سنت وانا نشريهم. مع دابا ما جا عندي اختي تبارك الله عندها 5 د العيال كنعمل لهم ساندويش، نعمل لهم ساندويتشات زعما يبقاو دائما تبقى الخبز في الدار، ساندويتشات الفطور هادي. المهم وجبت ثلاثه من هادو، ثلاثه من هاد الكميه هادي. نورمالمون انا ما نعمر نعملهم في الكونجيلاتور وفي الصباح هيدا كتسخنهم ورطيت بين طيبين غير نص طياب رطبين بزاف حطو هما كمير هما راطبين. المهم هادي بأورو مرتا بأورو شحال في هاد الخبيزات قيلا 10 ولا كتر كتر من 10. هادو كليت جوج في الطريق، واحد انا واحد كوساي كانوا باردين مني ديرا جيلاتين. هادو بولو عاوتاني البنات من البنات من العواول اللي غادي يجيو صحاب الكوساي ولا دخلتو. هادو البنات واحد النوع ديال البويوس، واحد النوع ديال البويوس ديك اللي معمر ب نوع ديال البويوس ممكن كيعجبني هذا كيكون في ميركادونا. هاد النوع هذا، هاد النوع هذا كيكون معمر بالكومبوت ديال التفاح وفيه كركاع مزيون، فيه صابون فيه مذاق بحال اللي مدخن، فيه مذاق مزيون. هادو جبتهم على قبل اختي قالت كيعجبوها واحد المره كتحمق عليهم، ما عندهمش تما في بلجيكا، عندنا هنايا غير حنايا في اسبانيا. هادو معدلين بحبه حلاوه والنافع الزنجلان، فيهم واحد المذاق بحال الفقاقص ديال طنجره اللي كيعرف الفقاقص، الفقاقص فقوصه فيهم مذاق بحال الفقاقص البنات. هادو الا توحشتو الفقاقص مشيو شريو الفقاقص بحق هادو مقرملين، غير هادو الطرطاس مقرملين. و شحال ديال الماكله هزو النوا، هادو هزو له خمسه تحت وحده غير قبيلاتي ملي جيت. وها الخبز عاوتاني البنات شوفوا الباكيت، هذه جبرتها ب 50 سنت في الفروتيريا، الفروتيريا الخضر ديال المغاربه، الخضر الحانوت ديال الخضره الخضر جبرتهم ب 50 سنت 5 دراهم، قولوا 10 سنت من الوحده، 10 سنت من الوحده عرفتي بالمغربيه ولا كيفاش غتجي الحساب. المهم شفت عاوتاني جوج اخرين ولكن طريين، عرفتي باش زعمت عليهم غير حيتاش طريين. هادو كيبقاو بلا ما نقلو ساعه هو داك البقال جيت الخبز
وهنايا جبت هذه ديال الخضره ديال السكسو، ما جبتهاش كامله. اللبس كنجيب باقي لي غير شنو اسمه هذاك كرومبي، كرومبي باش نعملو شي نهار الكسكس، نعملو السفته. انا عاد شفت شحال تبقى هنايا، محاشاش عاد تبقى بزاف، لان العول عندهم تكاد مدرسه نهار واحد في الشهر، نهار واحد في الشهر بلجيكا ولا جوج جوج، المهم ما تبقاش معايا يعني. تبات واقيلا بشي حاله ولا المهم انا كنقول تبقى تجي اكثر، ما كيسقاوش بالمغرب انتم عارفين كيمشيو للمغرب ما كيسقاو. المهم جبت السكر الاسمر، اها سباغيتيس، جيل في ريحه مزيونه ديال الورد هذا ديال الزهر، فيه واحد ريحه كتحمق الياسمين ولا الزهر فين هذا. قصي جابهم هذا الروز، الروز منفخ ومسقيين بالياغورت ولا شوكولاتي بلانكو، ايه شوكولاتي بلانكو، وعادك صابور ديال جوغور. هادو بحال روز انفلادو، بحال روز هما دي ديسك هيدا بحال الروز. المهم ديك تخرب، ولكن على كومين كومين صحيين شويه، شغل كيفاش معدي بالراوز تكون معدي بالبوبكورن على السكر العادي. المسائل ديال التنظيف، قشوع باستيات ديال البلخياس عندي، الشامبوان، هاد الشامبوان مزيون بنات الشعر الجاف، هذا مزيون ميركادونا، هذا لي الشعر الجاف هو الماسك ديالو فني، مجربهم انا ودابا شريت منه عاوتاني باش نبدل كارني، خصني راه مكمله دابا 3 شهور، خصني عاوتاني نوقف نزعزع عاوتاني نرجع نكارني ديالي. الحليب ديال الكوكو البنات لا ما كيخطانيش، هذا انا قلت لكم ما جي الوصفات، شحال اللي عملت لكم الوصفات وكاينين وصفات خطيره كنعملها معاكم وما كترجعوش للوصفات. الصراحه كنت كنشوف الوصفات ديالي بحال اللي كيتظلموا وبقيت كنوقف، شنو يا ماما ديالي سحب له الماكله، شوفوا 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 سحب له الماكله. وهذا هذا غير الحليب ماما ديال الكوكو، وفي ما كانت اللويطه يجي، في ما كانت اللويطه داش ما بغات تكون هذيك ديالي، ماشي ديالك هذه يا ماما. المهم ها انتم جبت العصائر، دابا غير حيتاش لما جيني العيال عندي ما حنا انا ما كنشريش العصير بزاف وما كنشريش المنضى بزاف، هادو انتم شفتوهم هادو ديال هاد ما فيهمش الغاز، فيهمش الغاز هادو منعشين، جوج لتر واقيلا في الوحده ولا ما عرفتش شحال، والله ما عارف ولا جوج لتر اه في الوحده. عندك المذاق ديال الاناناس والكوكو، هاد المذاقات كيعجبوني، هذا ديال لي فروي غوج، وعادك كيوي النعناع العنب التفاح مخلط. المهم وهذا ديال الدلاح عزيز عليا بزاف، انا الحاجه ديال الدلاح عزيزه عليا ما عرفتش علاش، كلشي اللي فيه مذاق ديال الدلاح كيعجبني. صافي هادو العيال زعما شي يقول في الوقت، وعاوتاني الماكله ديال نوا جابوا له 6 اذا 4 شراو هزوا له 6 هما اللي هزوا. هذا الجبن، الجبنه بنات بحال الجبلي كيحمق، هذا انايا مع زيت الزيتون كيجي مزيون، هذا جبن فخي بحال فيلادلفيا، بحال فيلادلفيا. هادو اللي جبت من السوبر مارشي، عادي كنمشي مع هاد الخضار، شوفوا شحال ديال البطاطا شرا ليا هو، شوفوا شحال ديال البطاطا، يلا شوف وما كنحملهاش ملي كتبقى كتخماج ولا كتعمل ديك الريحه خايبه. هنايا الفروطا شنو يجي، هذا بنان ما وريتكمش هادي، عندي عزيزه عليا هادي البنات، ما وريتكمش هادي، ما وريتكمش هادي البنات، هادي عزيزه عليا بزاف، هاد الكولونيا هادي ديال الزهر مزيونه ديال الزهر، هادي ديال البادي سبراي، ها هي بودي سبراي، ها هي فلور نارانخو، فلور نارانخو ديك الورد ديال 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 النارانخو زعما ديال لارانج كنعيطو حنايا في المغرب لارانج. الزهر الزهر زعما فنة كتحمق في ميركادونا، كتهبلني سنين وانا كنستعملها هادي، كتحمقني ورخيصه جوج الاورو شي حاجه، جوج الاورو 70 واقيلا واقيلا ما عرفتش شحال البنان جا لراجلي، شي 4 الكيلو واقيلا يعلم الله. هو اللي دخل عند الخضار، شوفوا شحال البنان، قولوا لي نتوما انا شنو غنعمل بهاد البنان كامل. ها نتوما مع العباب والوقا اللي عطيهم خليهم ياكلوا، ولكن هادشي غادي يدبال غادي يخسر، شنو نعمل له؟ شحال هاد البنان والله ما عرفت شي 3 ولا 4 الكيلو. جاب كلشي، داكشي
كثره. هذه البيضات المهم هذه البيضات البنات هذه دائما كنجيبها بثلاثه خصها تكون حيه خصها تكون رفعه. كنفطر جوج بيضات في الصباح. قولوا لي انتينا فيك فقط الدم سعاد ما فيك بو فقط الدم فيك عيب في الشوش. المهم نير هذه الشهديه ما شفت شنو هذا الشهديه هذه الشهديه ولا ما عرفتش شنو جوج الكيلو عاوتاني وهذا الشهديه. هنا البنات غادي نوجد لراسي واحد المشروب ديال الكولاجين مكمل غذائي حتى هو فيه الكولاجين. هو مزيان بالنسبه للمفاصل البنات مزيان بالنسبه للمفاصل مزيان بالنسبه للجلد الجمال كذلك. فهذا انا شريته من ميركادونا ممكن تحصلوا عليه البنات من امازون ولا بنات اللي في المغرب ما عرفتش انا كيفاش غتقدروا تحصلوا عليه. المهم بنات اللي في اوروبا حنا عندنا الكولاجين متوفر بكثره. هذا فيه الكولاجين فيه فيتامين سي وفيه سيلينيو يمكن ولا الكالسيوم. المهم انا هذا كنعملوا البنات حتى على شكل ماسك للبشره ديالي. الا بغيتوش نهار نهضر لكم عليه بالتفصيل اهلا وسهلا. انا الكولاجين الصراحه شحال هادي وانا كنشربو على شكل اقراص باستياس ودابا كنشريه من ميركادونا على شكل بولبو بودره. المهم انا هذا ما عرفتش الاصل ديالو واش حيواني ولا نباتي اولا بحري. انا اللي كنت كنشرب شحال هادي من اصل النباتات البحريه كنت كنشرب اقراص باستياس وكنت كنشريه من المعشبه ولكن دابا جربت هذا صراحه باقي ما قريت شي واش فيه شنو اسمه من اصل حيواني او لا من اصل نباتي ولا من اصل بحري. المهم بنات انا عجبني بزاف جربت به واحد الماسك من البشره ورائع رائع بزاف. وبالنسبه حتى للصحه ديالنا ما خصناش نتخلاو على تناول الكولاجين والكالسيوم والسيلينيوم والحديد وهذا الشيء كامل. المهم الحاجات اللي كيكون الجسم محتاجه وبالخصوص حنا السيدات فكنفقدوا هذا الكولاجين من البشره ديالنا فنعاونوا الى جبرنا مكملات غذائيه. انا كننصحكم بها بالنسبه للكولاجين وبالنسبه للجسم ولا البشره على العموم. البنات
بدات نسيت هادو في الطوموبيل، نسيت هادو خاص بوري معدنوس ياك شنو هنا خاص بوري معدنوس وهذا النعناع صبيوة ولكن صيفية حريشة الريحة مجهدة فيها أتاي وهادو ثلاثة جدادات صغيرين ثلاثة صغيرين وحدة معلقة وحدة شحال هنايا شحال جاوب أربعة لا جوج قطعو راجلي لي دخل عند الجزار وعندو خدام جوج قطعو ملو صغيرين جوج صغيرين قطعو ملو في النص وحدة خلاها مكمولة هادو كيجيو مزيون البنات في الثياب ما كيجيوش معزفين وكيجيو طريين انا هادو كنجيب منهم ثلاثه كنجيب خمسه اللي كان عنده كنجيب ماكسيموم خمسه 12 اورو هما وقيله خمسه 12 اورو هاد الصغيرين هادو وصافي يلاه دابا نطيبوا العشاء ديالنا هنا بالنسبه للعشاء غادي نبدا بالخضيره ديالي بالسوبه ديالي غادي نعمل فيها هاد الخضره هادي اللي كتشوفوا معايا حالا كنقي الخضيره ديالي عاديه اي نوع من الخضره البنات استعملوها اي نوع من الخضره بروكولي اللي كان عندكم استعملوه والاساس ضيفوا عليها العدس المهم البنات هادو هما الخضره اللي غادي نعمل خساره ما عنديش لي زيبينار سبانخ انتم عارفين انا كنعمل كنستعمل السبانخ بزاف ولكن ما عنديش اليوم البنات للاسف حتى لي زيبينار كيجيو فيها واعر المهم البنات هنا كان شحال بصيلات باش غادي نعمل الكبيده ديالي فيليتيس وما فيليتيس الكبيده باش غادي نعمل من سوطه ونايا فعملت بصيله قطعتها بشنين فات ها انتم كتشوفوا شنفه وغادي نعمل تويمه قزبر مع الدنوس والعطريه كامله هنايا البنات كيف ما غتشوفوا الطريقه ديالي في باش كنصوطي الكبده وما كتجيش العطريه اللي فيها محروقه هذه هي الطريقه اللي كنتبع شوفوا فرشت البصيلات من تحت هما الاولى بصيلات ما قطعتش حتى تسومه تما بصيلات هما الاولى وعادك كنقطع كنضيف عليها العطريه والتويمه مقطعه رقيقه والربيع كلشي العطريه كامله علاش البنات علاش كنعمل هذه الطريقه هذه لان الا مشيتو تعملتو شرملتو الكبده فحال الطريقه ديالنا المغربيه المعتمده كنشرملو الحاجه عاد كنسوطيوها فثقوا بيا بلي ان ديك العطريه كامله غادي تحرق وغتعطي واحد المذاق مر انا حتى كنسوطيها مع البصيله عاد كنضيف الاضافات المهم العطريه كل واحد على الذوق ديالو انا اللي عملت فلفل احمر غبره عملت كيمون الكيمون مطحون عملت سكنجبير وعملت الابزار وعملت تويمه محكوكه في الاخير وعملت القزبر والمعدنوس فقط لا غير دابا نقلب غير شويه وصافي بنات بالنسبه للشوربه ديالي ولا الكريمه ديالي صافي صبحت واجده غادي نضيف عليها الحليب غادي نضيف عليها الابزار الابيض وغادي نضيف عليها جوز الطيب وكذلك قطع من الجبن او مثلثات الجبن ولا مربعات الجبن اللي كان عندكم غادي ديبانيو به كيتواتاو بزاف هادو مع هاد لا كريم هادي اللي بغيتو تسميوها لا كريم ولا الشوربه ولا السوبا ولا لا سوب ولا اللي بغيتو تسميوها هي في الاساس كريم المهم بنات كتصبح واجده العشيوه ديالي راه هي واجده صحيه مفيده مغذيه الوليدات كيحماقوا على هذا النوع من الكريمات نوع من الشوربه نهار اللي تحرف لكم البنات غتمشيو تضربوا واحد الدويره على الثلاجه غتجبروا خضيره عطيوني وليداتكم هذه الشوربه هذه ضيفوا فيها واحد الحفينه ديال العدس راه دغيا كطيب وهيدا غادي ياكلوا لكم العدس الا ما كانوش كياكلوهم طيب غادي ياكلوه بهذه الطريقه هذه ولا شفتوا انا راني عامله خير بي ديال العدس يعني باش نستنفع منها انا ولا بني ولا كاملين بينا اللي في الدار المهم شوربه مغذيه كنتمنى انكم تجربوها واللي كيعرفها اهلا وسهلا اللي ما كيعرفهاش يجربها وصافي هيدا كتصبح واجده فسمحوا لي انا كنت صورت العشاء ديالنا ولكن خلني الهاتف تطفالي
ديشارجا ديك الساعه اللي كنا كنتعشى وتشمت. المهم معليش ماشي مشكل، الجايات اكثر من رايحات. شكرا البنات ليكم، التعليق ديالكم الجميله اللي كتخليو لي كتحمسني وتدعمني وتدفعني انني نوض نصور لكم فيديو، مع انه ليس بالامر السهل انكم تصوروا فيديو وتمونطيوه وتنوضوا تنزلوه والمشاهدات ما تكونش كثيره. فكل كيهون البنات نخاطر عيون الناس الجميله الدواقه اللي كتقدر الناس. مهم شكرا لكم بزاف 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 من كل القلب على التشجيع ديالكم. ما بقى لي الا نقول لكم باي باي وبسلامه، بوسات كبارين الناس العزازين، باي باي.